دورات العلوم الشرعية للأطفال، تساعدك على تربية أبنائك على منهاج النبوة. أول واجب على العبيد التوحيد، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، التوحيد هو عبادة الله وحده، قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما حق الله على العبيد؟ حق الله على العبيد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ولماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. دورات العلوم الشرعية للأطفال، تساعدك على تربية أبنائك على منهاج النبوة.